بطريركية الأقباط الأرثوذكس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية مركزكم ومشي يرحب بكم ويقدم لكم تدريب التوجه والحركة مع المدرب باسم فايق والمدربة نيفين فؤاد. مع تحيات مسؤول وحدة الكف البصري عماد رزق. اهلا بكم في اللقاء السادس باسقفيه الخدمات العامه والاجتماعيه تدريبنا التوجه والحركه مع الاستاذ المدرب التوجه والحركه باسم فايق والاستاذه نيفين جرجس. اهلا بكم وبنرحب بكل الموجودين معانا الحضور في اول مره ناس تشارك برضو بنرحب بيها. اتفضلوا. اهلا بحضرتك استاذ باسم. استاذه نيفين اهلا بكم في المحاضرة السادسة من سلسلة محاضرتنا التوجه والحركة. المحاضرة النهاردة غنية من حيث تنوعها، من حيث انها هتثير فضول واهتمام شريحة كبيرة من المكفوفين مختلفين من حيث اعمارهم، ثقافاتهم، اتجاهاتهم، احتياجاتهم اليومية في حياتهم الاستقلالية، فارجو انها تنال اعجاب. وعلشان يكون لك دور مهم في تغيير وعي وثقافة وفكر المجتمع، دوس لايك ليصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدين والمستمعين، واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة عندنا المحاضرة فيها قسمين رئيسيين. القسم الأولاني هو ركوب وسائل النقل المختلفة بطريقتين. أول مرة أن يكون شخص كفيف مع شخص مبصر، أو الطريقة الثانية شخص كفيف بيتحرك بمفرده باستخدام العصاية. القسم الثاني من المحاضرة بتاعتنا هو بعض وسائل المساعدة، ثلاث أنواع من وسائل المساعدة. احنا الأسبوع اللي فات أخذنا طريقة من طرق المساعدة وهي التطبيقات على الموبايلات. النهاردة عندنا ثلاث أنواع من وسائل المساعدة. أول نوع هو الأجهزة الرقمية الناطقة. اثنين، اتاحت وتطويع الأجهزة غير الناطقة للاستخدام بشكل مستقل. طبعا أقصد استخدام المكفوفين بشكل مستقل. نمرة ثلاثة، بعض الوسائل غير التكنولوجية الضرورية في حياتنا اليومية. أهلا بك أستاذ باسم. اهلا بيك استاذ نيفين. معلش يعني النهارده طولت عليكم في المقدمه شويه، لكن بندخل على طول على اول عنصر وهو ركوب وسائل المواصلات المختلفه. زي ما قلت، اما بمصاحبه شخص مبصر او بالاستقلال باستخدام العصايه البيضاء. الاول تعدد لنا كده وسائل المواصلات اللي حضرتك اتكلمنا عنها كعناوين. بصي، كعناوين وسائل المواصلات اولا اللي هي العربيه الملاكي او التاكس، دي اول حاجه. تاني حاجه الميكروباص. تالت حاجه الميني باص. رابع حاجه الاوتوبيس. خامس حاجه الاوتوبيس السياحي اللي هو بتاع السفر او الرحلات. في المترو. المترو والقطر. طب اوكي، اول حاجه زي ما حضرتك قلت هنتكلم عن العربية الملاكي أو السيارة، مش هنقول ملاكي، هنقول السيارة بكل أنواعها، سواء كانت ملاكي، تاكسي، أوبر، الأشكال اللي بنتعامل بيها مع السيارة اللي هي السيارة الصغيرة، صح كده؟ تمام مظبوط. اتفضل. طيب، هو مبدئيا قبل ما نتكلم على ازاي نركب اي وسيله من الوسائل دي كلها، احنا لما نيجي نتكلم على كل حاجه احنا هنشرح شكل كل حاجه من بره ومن جوه تقريبا، عشان نقدر برضو نتخيل ان اكيد في ناس برضو ما تعرفش شكلها. فعشان نعمل ايه؟ عشان ننشط الذاكره عندنا ونتخيلها ونرسم شكلها ونبدا نتحرك بناء على اللي احنا هنقوله. طيب، مبدئيا في الاول العربيه الملاكي او العربيه التاكسي او وات ايفر، اي نوع من انواع السيارات، السياره بمعنى اصلا. تمام. طيب ده شكله ايه؟ العربيه شكلها ايه؟ عباره عن كبوت من قدام او بوز
نسميه البوز لو حد مش عارف معنى كلمه كبوت، ماشي، انا هوصف جنب من الجنبين، الجنب التاني نفس الشكل بتاعه بالظبط، تمام. بعديها على طول هنلاقي مرايه، ماشي، بعديها هتلاقي باب، الباب ده مقسوم نصين، نص ازاز ونص اللي هو البودي بتاع العربيه او المعدن بتاع العربيه او الصاج بتاع العربيه، انا بقول كذا لفظ عشان طبعا لو حد مش عارف لفظ معين يعني، ماشي. بعد كده في نهايه الباب مقبض بتاع الباب اللي بفتح منه الباب. بعد كده في قايم، القايم ده يعني زي نسميه زي عمود مثلا من البودي بتاع العربيه، ده ما بيتحركش، ده ثابت. بعد كده الباب الثاني وبرده نفس الشكل بتاع الباب الاولاني، وفي النهايه بتاعته برده في المقبض بتاعه، وبعد كده اللي هي الشنطه بتاعه العربيه دي اوقات بتبقى موجوده اوقات بتبقى هاتش، اللي هي بتبقى ما فيش شنطه، ما فيش بوز يعني كده لورا تاني، بيبقى مزحلقه كده على طول نازله بزاويه معينه، تمام. ده كده شكل العربيه. انت دلوقتي احنا عايزين نروح نركب العربيه، اولا العربيه مش احنا اللي بندور عليها كشخص كفيف، مش هو اللي بيدور على العربيه، لا، العربيه لما بتيجي بتقف قدامه او بعيد عنه بحبه صغيره وهو بيبدا يتحرك، لكن مش بيدور عليها في الشارع بقى هي يمين ولا شمال ولا اول الشارع ولا اخر الشارع، لا طبعا مش هينفع، لان طبيعي هو اللي سايق العربيه شخص مبصر، فالشخص المبصر جاي لك سايق العربيه سواء كان اوبر صاحبك قريبك اي حاجه واتفر، وانت بتتجه نحوه هو، وهو اللي بيكون مقرب ناحيتك. طيب لو احنا ماشيين مع شخص مبصر، احنا هنيجي عند نقطه معينه مشتركه بين لو انت معاك عصايه او لو انت ماشي مع شخص مبصر، وبعد كده هنكمل ايه باقي الشرح. لو انا ماشي مع شخص مبصر ايديا الشمال ماسكه في ايده اليمين ورايحين ناحيه العربيه، هو كل اللي هيعمله ان هو بيمد ايده، ماشي، اللي انا ماسكها اللي هي الايد اليمين اللي انا ماسكها، فانا حسيت ان ايده اتمدت لقدام حتى لو ما اتكلمش، هو طبعا هو بيتكلم بس حتى لو ما اتكلمش ومد ايده نحو ناحيه ايه المقبض بتاع العربيه، ففتح باب العربية. أنا كل اللي بعمله إن أنا بإيدي الفري باخد منه باب العربية، طبيعي أنا كده كده ورائي بنص خطوة أو خطوة، فلما أشد باب العربية مش هتخبط فيه وهيتفتح. ليه بقول مش هتخبط فيه؟ عشان أغلبية المكفوفين بيتخبطوا في وشهم في آخر الباب، الزاوية بتاعت الباب من فوق اللي هو حرف الباب من فوق بيتخبطوا في وشهم. طب لو أنت أساسا ماسك المبصر بالمسكة دي وهو وانت وراه بخطوه او نص خطوه وهو مد ايده فتح الاكره بتاعه الباب او المقبض بتاع الباب، انت خدته بايدك الثانيه فتحت، هيتفتح عادي جدا، لان ايه الخطوه دي عامله لك عنصر الامان. طيب هيجي بعد كده المبصر يعمل ايه؟ هيحط ايدك الشمال على سقف العربيه ويروح راجع لورا وخلاص كده الدور انتهى في المشهد، ملوش اي دور تاني. كل اللي هيحصل يعني بعد كده يعني ايدي اليمين، ايد الشخص الكفيف اليمين على المقبض والشمال على سقف العربيه بالظبط، ده في حاله ايه ان هو يكون معانا شخص مبصر، تمام كده الدور انتهى. طيب لو انت بالعصايه انت بتمشي بالعصايه، طبيعي طبعا احنا نفترض العربيه واقفه قدامنا، ماشي، بس في كام خطوه كده هنمشيها، فاحنا بنمشي بالعصايه، العصايه بتاعتنا اول ما هتخبط عشان تعرفنا ان احنا وصلنا عند العربيه هتخبط فين؟ في العتب بتاع العربيه. يعني ايه عتب العربيه؟ يعني العربيه من تحت بالظبط. يبقى انا كده وصلت. طب انا وصلت قدام ولا ورا؟ احنا خدنا شكل العربيه وصفناها من شويه، هتبداي تشوفي بايديكي انت فين، انت عند الكبوت اللي هو بوز العربيه ولا عند المرايه ولا عند الباب اللي ورا ولا عند الشنطه ولا انت فين بالظبط؟ عشان كده احنا بنعمل ايه، بنوصف شكل الحاجه عشان نعرف احنا واقفين فين عندها. طيب لو انا لقيت نفسي عند المرايه، طب ما هو انا عند المرايه يبقى الـ 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 الاكره بتاعه الباب او المقبض بتاع الباب لورا ناحيه ايدي الشمال، انا مش بقول نفتح باليمين ولا بالشمال، انا بقول ايه ناحيه ايدي الشمال يعني لسه لورا. طيب في ناس بتعمل ايه برضو، ان هي بتفتح باب العربيه بايديها اليمين، طبعا احنا نتحرك لغايه المقبض، بتفتح باب العربيه بايديها اليمين وقبل ما تفتح الباب يعني بتفتح حته صغيره تروح حاطه ايديها الشمال فين، فوق الزاويه بتاعه الباب اللي هو قمه الباب من فوق اللي هو الحرف بتاع الباب اللي هو بيخبط فيه في وش الكفيف، في ناس بتعمل كده. طيب هو دلوقتي ماسك المقبض بايده اليمين وايده الشمال فوق الزاويه بتاعه الباب، طب انا ليه بقول برضو يفضل ماسك المقبض؟ لان ببان العربيات بالذات الحديثه دلوقتي اللي مش الحديثه بتاعه الموديل السنه دي، لا ده من 10 سنين فاتت ورا، الباب يقفل لوحده التاني زي باب التلاجة. باب التلاجة لو انت فتحتيه حته صغيره بتلاقيه عمل ايه،
بيقفل لوحده. قفل لوحده بالظبط. فبالتالي بيبان العربيات دلوقتي بتعمل كده. طيب اوكي حاطط ايده الشمال على حرف الباب من فوق، ايده الشمال بتدي الباب لايده ايه اليمين، ويكمل فتحة الباب. بعد كده بيروح داخل بجسمه بين ايه بين الباب والعربية، بيروح حاطط برضو ايده الشمال فين؟ فوق سقف العربية. فوق سقف العربية يعني في الزاوية بتاعت العربية. طب انا ليه بعمل كده؟ انا مش بحطها فوق السطح، انا بحطها فوق الزاوية بتاعت العربية مش فوق سطح العربية، عشان اعرف ارتفاع العربية عشان ما اخبطش فيها، لان في عربيات واطية شوية، في عربيات متوسطة، وفي عربيات عالية شوية. طيب احنا دلوقتي واقفين فين؟ في النص بين الباب والعربية، ايدينا على زاوية العربية من فوق ماشي. طيب هبدأ اعمل ايه؟ هدخل رجلي الشمال في العربية. مش هعمل سكان على الكرسي؟ بصي هو في العربية هو طبيعي المفروض ان احنا نعمل سكان على كل الكراسي، لكن في العربية بتبقى غلطة شائعة، ودي عند المبصرين والمكفوفين، ان محدش بيعمل سكان على الكرسي بتاع العربية. لكن هو طبعا المفروض الصح فعلا ان انا اعمل سكان لعل وعسى يكون في اي حاجة موجودة. يعني في ناس في مثلا حد بيكون حاطط جنبه السائق مثلا، يكون حاطط جنبه ازازة مية، حاطط جنبه ورق، حاطط جنبه مناديل، بيحصل حاجات زي كده كتير. يمين ودي غلطة شائعة، يعني مش واخد باله انه يقول لي خلي بالك او يشيلها قبل ما انا اركب او كده يعني. بالظبط. فالطبيعي طبعا احنا المفروض نعمل اسكان، فانا بنزل بايدي الشمال اعمل بيها اسكان على الكرسي، اسكان سريع جدا طبعا، لانه هو من الوارد ان هو نظيف يعني ما فيهوش حاجه او ما فيش حاجه عليه يعني. وبعد كده ابدا اقعد. طيب هدخل رجلي الشمال، طبعا انا ما دام دخلت رجلي الشمال يبقى انا كده نتخيل مع بعضنا انا داخل ازاي. داخل بزاويه، انا مش داخل عدل، مش داخل فارد جسمي كله وهخش، لا، بدام دخلت رجل الشمال يبقى طبيعي جسمك هينحرف شويه ناحيه ايه؟ ناحيه بره. متخيلين معايا كده؟ ابدا انزل بجسمي واشيل ايدي اللي كانت فين؟ ايدي الشمال اللي كانت فين؟ على سقف العربيه، لان انا بنزل خلاص. دخلت كده قعدت على الكرسي، اروح رافع رجلي اليمين جنبها ومادد ايدي قافل الباب. طب هقفل الباب ازاي؟ هو الباب مفتوح على متناول ايدك كده، تمد ايدك هنا كده ناحيه الباب، هتلاقي يا اما الشباك مفتوح يا اما في كذا مقبض كده في الباب العربيه، تشد منه الباب وتقفل. ده كده ببساطه كده العربيه. طيب في حاجات تانية برضو عايزين برضو ان احنا نقول عليها. في بنات بتلبس الجيب، الجيب اوقات بتبقى ضيقه، فطبيعي مش هتعرف تركب العربيه بالطريقه دي، صعبه شويه ماشي. فبتعمل ايه؟ نفس اللي احنا عملناه بالظبط، بس بدل ما هتحط رجليها الشمال، لا، هي هتقعد اكنها بتقعد على كرسي عادي، ورجليها الاثنين ايه بره في الشارع لسه ماشي، بس برضه هتنزل بزاويه ميل عشان دماغها من ورا ما تخبطش فين؟ في سقف العربيه. طيب هي بعد ما قعدت على الكرسي كده ورجليها الاثنين بره، بتبدا تلف بجسمها عشان ترفع رجليها الاثنين وتدخلهم جوه، وهم طبعا لازقين في بعض طبعا، وتدخلهم جوه العربيه، وبرضه بتمد ايديها وتقفل الباب ماشي. ده كده ركوب العربيه. طيب نزول بقى من العربيه. انا دلوقتي العربيه اللي انا هنزل منها طبيعي ان انا ركبتها، دي قاعده يا جماعه لازم نبقى عارفينها. اي حاجه هننزلها اكيد ان احنا طلعناها، اي حاجه هننزل نطلع منها يبقى احنا كنا جواها. طيب هننزل من العربيه، اول حاجه الراجل بيركن على جنب بيقول لي اتفضل افتح الباب. انا ما ينفعش افتح الباب الا لو السائق اللي معايا قال لي اتفضل افتح الباب. طب ليه؟ اولا هو بيبص في المرايه اللي هي من ناحيتي انا، احنا قلنا انا وصفت جنب واحد فالجنب الثاني تيبيكال بالظبط ميرور زيه. طيب هو بيبص في المرايه، لو مفيش حد جاي وراه، لو مفيش عربيه جايه وراه، لو هو ركن على الرصيف خلاص يقول لي اتفضل افتح الباب، فانا بفتح الباب. طب المقبض بتاع الباب من جوه منين؟ بصي واحنا قاعدين في العربيه ايدينا جنبنا او على رجلينا، متناول الهاند بتاع ايدك معصم اليد، هتلاقي ايه على يمينك في الباب؟ مقبض في الحته دي، سواء فوق تحت شويه، تحت شويه فوق شويه، هتلاقي في الحته دي اكره كده، تروح شدها لبره هيروح ايه الباب مفتوح. طبعا هو بيفتح بيعمل تك، التكه دي لازم تكمليها بزقه، لان لو عملت تكه بس وانت ما زقتيش الباب كده ما فتحش، لان زي ما قلنا الباب بتعمل ايه؟ بتقفل لوحدها، بترد تقفل تاني. طيب فتحنا الباب وزقناه لبره عشان نكمل وسع الفتحه بتاعت الباب عشان نعرف ننزل. هبدا انزل برجلي اليمين، انا طلعت بالشمال هنزل بايه؟ باليمين، هي طبيعي كده كده اللي من بره اللي من ناحيه بره، فهنزل باليمين وهسند بايدي على الباب، وبرضه هطلع بزاويه، مش هطلع عدل لان لو طلعت لفوق هخبط برضه في سقف العربيه، فهطلع بزاويه، وبعد كده اطلع رجلي الشمال وارجع الخطوه لورا اللي احنا عملناها في الاول لما جينا نركب نفتح الباب،
وبعد كده اروح اقفل ايه الباب وراي. طيب في نقطة برضو عايزين ناخد بالنا منها، لو احنا معانا اشخاص مسنين، لو اشخاص مسنين يبقى علينا ان احنا يعني السائق اللي معانا ايا كان هو قريب مش قريب بينزل وبيساعد الشخص المسن في النزول. طب ليه؟ ما هو شايف كل حاجة في المراية. هو شايف كل حاجة في المراية، شايف اللي جاي وراه، لكن مش شايف اللي الشخص المسن اول ما ينزل هيدوس عليه، ده هو مش شايف. هو مش بس لو شخص مسن، هو اي شخص معهوش عصاية، يعني انا معايا عصايتي تمام هعمل سكان للرصيف او الحتة اللي جنبي فانا خلاص هبقى في امان، لكن اي شخص حتى لو بالزبط. هو صغير في السن بس ما بيتحركش بعصاية فهو مش مدرك لايه اللي على الارض جنبه. بالظبط كده، لان هو الطبيعي ان هو بينزل مش مجرد ان هو ينزل ويقف، لا ما انا قلت ان هو هينزل ويرجع خطوه لورا وبعد كده يقفل الباب وطبيعي هيبدا يتحرك، فهو مش عارف ايه اللي تحت رجليه او ايه اللي جنب رجليه او في رصيف جنبه بعد خطوه، يعني هو ممكن يطلع ويقفل الباب ويجي يتحرك يروح مخبوط في الرصيف يروح مقلوب. فطبيعي لو هو ما معهوش عصايه ان هو يا اما يتوجه من الشخص اللي قائد العربيه او ان الشخص قائد العربيه ينزل ويساعده في كل حاجه، يفتح له الباب مثلا من اول فتح الباب صح؟ من اول فتحة الباب وهيقول له مثلا تعالى الناحية دي خد خطوة كذا، يعني هو هيوصف له كل حاجة بقى صح؟ تمام بالظبط كده، دي كده السيارة. نتنقل بقى لوسيلة المواصلات التانية وهي الميكروباص. يعني ايه الميكروباص الاول؟ شكله ايه؟ الميكروباص ده بصي الميكروباص في منه كذا حاجة، في ميكروباص من قدام، احنا بنتكلم على الجنب بتاع الركوب مالناش دعوه بجنب السواق. طيب من الجنب اللي احنا بنركب منه من قدام في باب بيفتح عادي زي باب العربيه، بس طبعا في اختلافات هنقولها، ومن ورا بيختلف بقى. يختلف في ايه؟ في ميكروباص بتلاقي الباب بتاعه زي الباب القداماني عادي جدا، وفي ميكروباص بتلاقي الباب بتاعه جرار. جرار يعني ايه؟ يعني اشده لورا كده تلاقيه بيجري جنب باب العربيه فتح، بس هو ملاصق للبودي بتاع العربيه او جنب العربيه، لكن هو فتح الباب وبيفتح لورا. طيب. صح، بيفتح من قدام لورا. بالظبط. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ بصوا الميكروباص اللي هو بابين العاديين ده بيبقى كرسي عند السواق وفي كرسي تاني جنبه، الكرسي اللي جنب السواق ده بيركب فيه واحد او اتنين بقى هم ودماغهم يعني. من ورا بقى الباب اللي بيفتح اللي ورا، فتحنا الباب اللي ورا هنلاقي فيه ثلاث كنبات، الثلاث كنبات دول كل كنبه فيهم بتشيل ثلاثه ما عدا الكنبه الاخرانيه اللي بتشيل ايه اربع انفار. طب انا ليه بقول كده؟ احنا مش بنعد العدد بتاع الركاب، لا مش فارقه بالنسبه لنا، احنا هنعمل ايه بنقول ليه؟ لانك لما تركب العربيه هتلاقي فيه زي طرقه، اخر الطرقه دي ايه الكنبه اللي هنا بقول لك فيها بيقعد فيها ايه اربع فرشك. احنا قلنا هنوصف شكل العربيه في الحاجه في الاول. طيب العربيه اللي هي بتفتح الجرار بتاع اللي هم بيسموها تويوتا، هو لفظ شائع عليه. طيب احنا قلنا الباب بيفتح لايه لورا، من قدام بروح شده كده لورا، المقبض بتاعه بتلاقيه راسي يعني انت عليك تدخلي ايديك جوه المقبض وتروح دايس عليه وتروح شده لورا، شدتيه لورا كده فتح. طيب تيجي نركب جميل، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان العربيه التويوتا دي او الباب الجرار متقسمه اربع دكك، كل دكه فيهم ايه او كنبه، يعني سميها كنبه سميها دكه، انا بحاول ان اقي كذا لفظ يعني ماشي. كل كنبه فيها اتنين ما عدا الاخيره اللي فيها تلاتة. طيب واوقات الاولانيه بتبقى كبيره شويه وتبقى فيها تلاتة. طب الاتنين اللي في النص دول اتنين بس؟ لا، حاطين فيها ايه حاجه اسمها كرسي قلاب. يعني ايه كرسي قلاب؟ فاكرين الكرسي اللي احنا خدناه في السينما الكرسي بتاعه عامل ازاي؟ بيتطبق بالظبط التاني زيه، بس زي ما هو الكرسي بتاع السينما متطبق ازاي؟ القعده محطوطه على الظهر وخلاص. ده معمول ازاي؟ ده الظهر بيبقى متطبق على القعده، والقعده والظهر مرفوعين لجنب من الجنبين، يا اما متطبقين ناحيه الشباك او متطبقين ناحيه ايه الكنبه اللي هي ايه فيها نفرين، ده في الكرسيين اللي في النص. وعشان كده بقول لك الكرسي الاولاني يا اما يبقى فيه ثلاثة يا اما فيه اتنين وحط له كرسي ايه قلاب. تمام. طيب احنا كده خدنا شكل الكرسي. طب في سلمتين في الاول لما نيجي نطلع، السلمتين دول مش واصلين من اول العربيه لغايه الاخر، في الاثنين. في الاثنين
في الجنب اللي من ورا بقى. السلمتين دول مش واصلين من اول الميكروباص لغايه اخره اللي هو من ناحيه الباب اللي فتحناه من ورا، لا هو واخد ايه جزء في الميكروباص في الجنب اللي من ورا، يعني لما افتح الباب للاخر هو واخد من اول الباب بعد ما فتحته لغايه فين، لغايه حته من الميكروباص مش واصل لغايه قدام. يبقى واضحة؟ بالنسبة لي وانا بركب هي على شمال. برافو عليك. وبرضو في سلمتين للباب اللي من قدام بالنسبة للميكروباص اللي هو الباب الجرار قدام جنب السواق، بيبقى فيه كرسيين، كرسي من ناحية الشباك وكرسي في النص بين الراكب والسواق. طيب تعالي نركب الميكروباص. لما نيجي نركب الميكروباص لو هنركب من قدام سواء في ده او في ده، مع العلم الميكروباصات اللي هي الباب الجرار بتبقى اوطى شوية من الميكروباصات التانية، تبقى الدروع بتاعها ما بترفعش رجلك قوي فيها. طيب في الميكروباص بقى من قدام في الطريقتين واحده، يعني من قدام احنا هنتكلم واحد، بنعمل ايه؟ احنا قلنا في سلمتين، احنا قلنا في ايه؟ في سلمتين. احنا دلوقتي بنفتح الباب كالعادي اكننا بنفتح باب عربيه عادي جدا جدا، وبرده بنعمل الخطوه الامان لورا عشان الباب برده ما يخبطش فينا، وبنبقى واقفين فين؟ بين الباب والعربيه. في بيبقى مقبض على ايدك اليمين ماسك في العربيه من جوه ناحيه القايم بتاع العربيه، القايم ده اللي هو ايه، نحاول نقربه، اللي هو القايم ده اللي هو متركب فيه الازاز بتاع العربيه اخر نقطه من ناحيه اليمين، يعني أيوة. اللي هو الاطار بتاع الازاز القدامي بالظبط. طيب بيسموه البريبريز، يعني انا مش عايزه بس اكبر الدنيا. فده هنعمل ايه؟ هنمسك فيه بايدينا اليمين، ده لو كان موجود، لو كان موجود ولو كان يستحمل اساسا، لان في سواقين بتقولك اللي انها ما تستحملش. طيب لو كان موجود، اولا احنا هنحط رجلنا على ايه؟ على اول سلمة. انا رجل اليمين، هنحط الرجل اليمين على اول سلمة، ونرفع جسمنا لما نكون ماسكين في اليد اللي في القايم، لان ما ينفعش نمسك في القايم طبعا، القايم مش هيخليك تتملكي قوي يعني، لا لا ماشي؟ لا. اليد اللي في القايم ونرفع بجسمنا، فطبيعي لما نرفع بجسمنا ورجلنا اليمين على السلم واحنا ماسكين، الرجل ايه اللي هتخش جوه؟ الشمال. وابدا اقعد بعد كده واطلع رجل اليمين وامسك الباب واقفل. ممكن كمان احط ايدي الشمال على الكرسي اتك عليه برضو، او يعني اعمل عزم بايدي الشمال على الكرسي، صح؟ مظبوط مظبوط. في ناس بتعملها بتاول عزم بتاعها انها تبقى ايديها اليمين ماسكه اليد دي اللي احنا قلنا عليها، والايد الشمال على الكرسي عشان تاول عزم بتاعها، تمام؟ طيب ونمد ايدينا وبعد كده نقفل الباب. برضو في حاجه تانية، لو اليد دي مش موجوده، طب ما انت ممكن تستعملي الباب، اسندي على الباب واعملي كل اللي احنا قلناه، يعني ايدك اليمين بدل ما هي راحت تمسك اليد، لا خلي اسندي بيها على الباب، برضو رجلك اليمين برضو على السلمه زي ما هي، وايدك الشمال على الكرسي عشان تقوي العزم بتاعك، وتبداي تدخلي جسمك جوه وتقفلي الباب بعد كده. تمام. طيب ده كده من لو هنركب من قدام، ماشي. لو هنركب من ورا، في نقطة بقى مهمة جدا 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 جدا، لو انت معاك حد مبصر، على الشخص المبصر مهمة كبيرة جدا، الا وهي ايه؟ انه يقولك هتخش فين، مش هيسيبك تتخبط، يعني سواء هيركب معاك او مش هيركب معاك ما يسيبكش تتخبط. اللي بيحصل يقولك انت هتخش في الكنبة الاولانية، الكنبة التانية، الكنبة التالتة، لازم يوضح لك، تبقى انت طالع عارف اتجاهك. ليه بنقول كده؟ لان انت اساسا احنا قلنا السلم بتاع الباب الخلفي ده مش واصل لاول العربيه، فلو هطلع اقعد في اول دكه او كنبه هعمل ايه؟ بعد ما اطلع على السلم هطلع لقدام. معايا كده؟ طب لو انا هقعد في اخر كنبه اروح راجع لورا، فيبقى انا عارف انا بعمل ايه، مش اركب واعمل دربكه بقى في الميكروباص بقى، وده يشدني وده يقول لي تعالى ومش لا بقى انا فاهم. طيب هنركب ازاي؟ طلعت من الميكروباص على السلمتين دول، طلعت ازاي؟ اولا بايدي الشمال محملها على الباب. اوقات بيبقى فيه يد في الميكروباص برضو زي اليد اللي موجوده كانت قدام، ماشي، فبمسك في اليد دي على الشمال برضو. على الشمال. يعني اما امسك في الباب يا اما امسك في اليد، وباول عزم بتاعي بايه؟ بالكرسي اللي قدامي، ان انا بمسك في الظهر بتاع الكرسي اللي قدامي من فوق، فده بيأول عزم بتاعي. بطلع السلمتين دول خلاص انا كده دخلت الميكروباص، بعمل اهم حاجه اتعلمناها اللي هي وهي ايه؟ الحمايه العلويه. طب انا ليه بعمل الحمايه العلويه؟ الحمايه العلويه انا بعملها ان ممكن تكون في لمبه مكسوره، مدلدله، سخنه، في حاجه مدلدله في العربيه، هتروح خبطه فين؟ في وشي، ما انا داخل مش واخد بالي، مش عامل حمايه، هتروح خبطه في وشي، فممكن تاذيني، محدش عارف ايه اللي بيبقى في العربيات،
طبيعي احنا قلنا ازاي هنعدل الكرسي القلاب ونفرده. هنعدل الكرسي القلاب ازاي؟ ان احنا واحنا داخلين في اي كرسي منهم بنشد الكرسي من الجنب اللي هو متطبق عليه سواء ناحية الازاز او ناحية الكرسي، بيبقى كده اتفرد ان احنا نقعد عليه. بس قبل ما نقعد عليه نعمل ايه؟ نفرد الظهر بتاعه، الظهر هيكون لازق في الـ في الـ في القعده بتاعه الكرسي، ونبدا نقعد عادي. الكراسي القلاب دي بعد ما بتتفرد محدش بيعرف يروح لاخر كنبه ورا خالص، خلاص الطرقه اتقفلت، الطرقه كده اتقفلت. فعشان في الكنبه الاخيره ينزل لازم كل الكراسي القلاب دي ايه تحصل لها ايه؟ الناس تنزل وتطبق الكراسي عشان يعرفوا ينزلوا. انا بحاول ااكد برضو الشكل بتاع الميكروباص ده في الطلوع. طيب في النزول، تعالي في النزول، النزول من قدام هنفتح الباب، هنحمل برضو على الباب بايدينا اليمين وايدينا الشمال ماسكه اليد اللي احنا قلنا ايه عليها، ونبدا ننزل رجلينا. انا بتكلم لو الميكروباص عالي شويه، نبدا ننزل رجلينا على السلمه ونبدا ننزل عادي. هنا هننزل رجلينا الشمال مش اليمين، ماشي، وننزل. في ناس تانية برضو لو الميكروباص مش عالي قوي بتعمل ايه؟ عارفة الحركة بتاعت الجيب اللي قلناها في العربية؟ اه نفس الحركة ممكن نعملها، بس ده في حالة الميكروباص مبقاش عالي قوي، لان كده لو عالي قوي بقى كده بتنطي، تمام؟ اه انا هتبقى بس حضر. ونقفل ونقفل الباب ورانا. طيب لو من ورا، كل اللي بنعمله ان احنا بنبدأ نقوم من مكاننا. طبعا احنا عارفين ارتفاع العربية، ماشي، فبيبقى جسمنا محني لحد ما على حسب الارتفاع اللي احنا عارفينه، وبنبدا نتحرك واحنا نازلين. في حاجتين اقول عليهم والاحسن طبعا اللي شفناه احسن بالنسبه له يعمله. في ناس بتفتح باب العربيه او باب العربيه كان مفتوح، فبتبدا تنزل بوشها للشارع، اللي بتنزل رجلها اليمين على السل لاول درجه، وبعد كده الشمال، وبعد كده على الشارع، وبيكون محمله فين؟ ماسكه فين؟ في الباب اللي هو القايم بتاع الباب، او في القايم اللي ورا الباب اللي كنا اتكلمنا عنه من شويه، بالظبط اللي هو اليد. اليد تمام. وفي ناس تانية بتعمل ايه؟ بتتحرك عادي بوشها لغايه ما توصل للباب، تروح مديه ظهرها للباب وتبدا تنزل. ازاي؟ ان هو بيكون ماسك بايده الشمال في كرسي من الكراسي وايده اليمين سنده على الباب ده، لو الباب اللي هو بيفتح، لو الباب الجرار بينزل بيكون ماسك بايد واحده بس في اي كرسي وبينزل بظهره. فالطريقتين موجودين، كل واحد على حسب اللي هو يرتاح. بس ده كده بالنسبه للميكروباص. نتنقل للميني باص، برضه تقول لنا شكله ايه وبعدين هنركبه ازاي. بصوا الميني باص هو عباره عن ايه؟ عباره عن نسميه اتوبيس صغير، بس طبعا مش عالي زي الاتوبيس ومش طويل زي الاتوبيس. يعني الميني باص عامه بياخد 28 راكب، اللي هو زي منه ايه؟ زي منه النقل الجماعي، مش عارف في ناس اكيد في القاهره واسكندريه عارفينه، بيودي مدارس، هو اللي بيودي المدارس، مظبوط، اللي هو الصغير مش الكبير، عشان في اتوبيس، في باصات كبيره بتودي المدارس برضو. تمام. طيب ده بنطلع احنا كده، هو ليه باب واحد بس شكله، ماشي، من قدام. اول ما نطلع من الباب على شمالك في عمود طويل من السقف لغايه الارض، ده موجود، ده طبعا اول واحنا طالعين على السلمه، على اخر السلمه بنمسك فيه عشان اولا نبقى واقفين كويس، ثانيا عشان نحدد الاتجاه بتاعنا. يعني ايه الاتجاه بتاعنا؟ انا لما بطلع زي ما قلنا ايه، لقينا السواف والشنا، العمود ده على شمالنا، بروح ماسكه عشان ابدا ادور جسمي واخش فين؟ في الطرقه دي، الطرقه دي اللي هي اولها العمود. يعني بعد لما اعدل جسمي بيبقى العمود على شمالي وانا ماسكه، انا ماسكه بايدي الشمال ووشي لقدام، فكده العمود على شمالي. طب يمينك وشمالك ايه؟ كراسي، حاجه من الاثنين، يا اما كرسي، الصف فيه كرسيين يمين والصف الثاني فيه كرسيين شمال، او صف فيه كرسيين والصف الثاني فيه ايه؟ كرسي واحد، واحد بس. بنعرفها ازاي؟ من وسع الطرقه. يعني لو الطرقه واسعه عن اللي احنا عارفينه، ماشي، يبقى كده الصف ده فيه كرسيين والصف ده فيه كرسي. طب لو الطرقه ضيقه شويه، لا يبقى هنا كرسيين وهنا كرسيين، وطول الصف كده كرسيين وكرسيين او كرسيين وكرسي زي ما احنا قلنا، وفي النهايه كنبه كبيره بعرض الميني باص كله، ده بيقعد فيها خمس انفار.
تمام؟ ده كده الشكل بتاعه. طيب نبدأ نركب. اوكي ماشي. الميني باص ركبناه بيبقى عبارة عن فيه درجتين، درجتين دول طلعتهم زي ما احنا قلنا بالعصاية او بحد معاك. طيب لو حد معاك هتطلع ازاي؟ هو طلع قدامك. عارفين السير في الاماكن الضيقة؟ ممكن نعملها برضو في طلوع المواصلات، تمام؟ واحنا ماشيين وراه، فهتلاقي ان انت بتاخدي كل الخطوات اللي هو بياخدها، كل الخطوات اللي هو بيعملها انت حاسه بيها وواخداها. طيب لو احنا ماشيين بالعصايه، طبعا احنا عرفنا ازاي نمشي بالعصايه، ماشي؟ فانا هرفع العصايه، عرفت ارتفاع الدرجه، اول ما عرفت ارتفاع الدرجه طلعت، فالعصايه بدات تتحرك قدامي، عرفتني اذا كان في درجه ثانيه او في درجه ثالثه او ما فيش. خلاص انا رفعنا، خدنا ازاي نطلع السلم بالعصايه. وريت للراجل الكارنيه او اديته الفلوس، وانا ماسك بايدي الشمال طبعا عشان اتملك من نفسي ما اقعش، ممكن يفرمل، ممكن يتحرك، ممكن اقع، فلازم اكون ماسك وانا طالع. ماشي، اروح مدور جسمي وداخل ايه في الميني باص واشوف الكرسي اللي انا هقعد عليه. طيب انا هشوف الكرسي ازاي؟ هو طبيعي الناس هتساعدك، لكن افرض ما حدش ساعدك. ماشي، بصي الكرسي وانت ماشيه في الطرق بيبقى في جنب للكرسي باين، مش كده؟ طب جنب الكرسي ده انا خلاص عرفت المسافه بين الكرسي ده والكرسي ده، فانا ممكن اشوف جنب الكرسي، بحس عليه بايديا، بطراطيف ايديا، مش بايديا كلها، انا مش بخبط فيه، وبقول على الكرسي مش على الناس، على الكرسي مش على الناس، لان وارد الكرسي ده يكون الناس قاعده عليه، فانا مش هخبط في الناس. تمام، لغايه ما الاقي كرسي فاضي وهقعد عليه. تمام، طيب ده كده طلوع الميني باص. ممكن برضه عشان لو الدنيا زحمه قوي ومفيش وقت وكده، ممكن اسال في كرسي فاضي فهيبتدي الناس يساعدوني. ما انا بقول لك هو كده كده الناس هتساعدك، ده من غير ما تسالي كمان، على فكره الناس هتساعدك. طب وممكن برضه تقول اللي انت قلتيه، اول ما تطلعي هو في كرسي فاضي، هتلاقي الناس قامت بصراحه على طول يعني. تمام. طيب النزول. وانا نازل، عارفه العمود اللي انا قلت لك عليه ثابت من الارض لغايه السقف ده كان على ايدينا ايه واحنا طالعين؟ كان على ايدينا ايه؟ الشمال واحنا طالعين. الشمال واحنا نازلين هنمسكه بايدينا ايه واحنا نازلين؟ العكس طبعا، اليمين. وانت نازله هيبقى على ايدك اليمين بالظبط، وتبداي تنزلي الدرجتين دول وكده تبقي نزلتي في الشارع، بس تمسكي برضو في القايم ده، ولازم نبقى ماسكين في ايدينا، ماسكين ايدينا في حاجه في الميني باص او في المواصلات عامه، عشان احتياطي من اي حركه تحصل لنفسنا، واقعين، مخبوطين، اي حاجه زي كده. احيانا بيبقى في قايم يعني في ارتفاع الايد كده او المعصم، بيبقى احيانا بالعرض يعني عامل زاويه قايمه مع القايم الطويل ده، فده برضه بيسهل النزول. بالظبط، لسه كنت هقول لك ده ماسك في القايم اللي هو الراس، يعني التاني اللي انت بتقولي ده افقي، اللي هو يعني الاثنين مع بعضين عاملين حرف تي بالظبط، فده برضو بيسهل معاك. انت لو مسكتي العمود اللي انا بقول لك عليه اللي هو من الارض للسقف ده، لما تيجي تنزلي درجه هتلاقي ايدك خبطت فين؟ في القايم اللي هو بالعرض اللي انت بتقولي عليه، فتروحي ماسكه فيه، برضو هيساعدك بالزبط. هتنزلي ايدك جميل شويه عشان نازله، هتلاقي الباب، امسكي في الباب وانت نازله، ايه المشكله؟ لكن ما ننزلش كده خلاص. محاضرتنا لسه ما خلصتش، نتقابل معاكم في الجزء الثاني.